صحة شيبتكم وربي يتقبل صيامكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ديتنا قياس. ساعات كي نسمعوا مشايخنا ولا كبراتنا وهم يحكيوا على العطاء وأهميته وعلى الصدقة وأثرها بين الناس، تسمع برشا عباد يقولوا لك والله أنا ماذا بيا نعطي. أما باش نقول لك، العين بصيرة واليد قصيرة. كي أنا إن شاء الله الواحد يقوم بأهله وعائلته وهكا تشوف الوقت الصعيب والشهرية اللي ما تلحقش على أختها. وهو هنا لمحالة مش لازم الواحد يذكر كل العطاء والصدقة، ما تتسمى صدقة كما يعطي الواحد 100 للوف وإلا الملايين، ساعات حتى الدينار ولا 5000 اللي الواحد يحقرهم ينجموا ينفعوا واحد مستحق لهم. أما مش مشكلة، ومش العطاء متاع الفلوس هو موضوعنا لليلة. تسألوني وتقولوا لي ومال على شنو؟ خلينا ساعة نطبعوا هالومضة وحكايتها ومن بعد نرجعوا ونكملوا حديثنا ونقول لكم شنو العطاء اللي نحبوا نحكيه عليه الليلة. شنقوم؟ حلي باش تولي شنقوم؟ مشوار؟ حلي سلام ورحمة الله. شكرا. استنى استنى استنى، يكثر عليك يرحم والديك. شنقوم؟ مشوار؟ حلي حلي باش تولي يا ولاد الحلال. حلي شنقوم؟ حلي مشوار مشوار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. بالله باكم مشوار. الله يبارك. تفضل. الله يخليك مشوار. حلي باش تولي. حلي شنقوم؟ نعم سامحني. تفضل. باب الغالي، نسيت الفلوس راني نسالش. توا نزيد شويه نمشي للدار ونرجع نجيب لك الفلوس. سامحني عاد باب الغالي. تفضل. ايش 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 ايش؟ نعم يعيش ولدي، الله يعليك لمن يعاديك. امين ان شاء الله. يطول عمرك ويفرحك بشبابك. يعيشك ربي يخليك. مش امشي للدار تجيب لي حق مشوار وانت اعطيتني الشيء لا يتقدر بثمن؟ ما فهمتكش راني. ما زلت ما عطيتك شيء. عمري كامل وانا معديه في هالبلاصة، اول مرة اول مرة يعطيني واحد شيء غالي بالقيمة هذه كل بستنى فيها طول عمري. بابا الغالي، عمره قالها لي واحد يا وليدي تفرحك بشبابك ويخليك لميمتك وابوك. تفضل تفضل. عيش عيش ولدي. يا سيدي، العطاء اللي نحبوا نحكيوا عليه الليلة طلع العطاء والصدقة متاع الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة اللي متكلفش مولاها لفرنك ولا خروبة، أما ساعات أثرها على الإنسان اللي يخوها ما تتقدرش بفلوس الدنيا. الكلمة الطيبة اللي ساعات مستحق إنه يسمعها منك أقرب الناس ليك وإنت مولى الدار مش هوني وإلا لاهي. الكلمة الطيبة اللي تجم تسقي بيها عطش خدام يخدم تحت الشمس وفي القوايل وتتعدى من حذاه وتقول له ربي عينك. الكلمة الطيبة اللي تجم تمسح بيها دمعة إنسان دارت به الدنيا ولقى روحه ضايع بين الجبال كي تقول له ربي يفرج كربك. برشا ناس في الدنيا هذه ما ناقصهم حتى شيء، كان إنهم يسمعوا كلمة باهية تنصفهم
وتهزهم من عروش قلبهم وتحسسهم اللي هما عباد ثم شكون يقدرهم ويشوف انه يستاهلوا كلمة طيبة منهم. الكلمة الحلوة والكلمة الباهية والكلمة الطيبة مسحقينها في إداراتنا من حارسها لمديرها، مسحقينها في سبيطاراتنا من عامل النظافة لطبيبها، مسحقينها في مراكز الأمن وفي وزاراتنا، مسحقين نسموها من الحكومة اللي تحكم ومن المعارضة اللي تحب تحكم، مسحقين نسمو الكلمة الطيبة ومسحقين نقولوها. الكلنا لاباس علينا في الكلمة الطيبة راهو، والكلنا مركنتية، أما هات نحيو شوية شح من قلوبنا ومن مشاعرنا، وهات نعطيه للناس من ضحكاتنا وكلماتنا حتى شوية. وكان نسيت ديما تذكر وذكر الناس اللي لاهية، حتى شيء ما يستحق غشك وتكشبيرك، أما كل حد يستحق منك الكلمة الباهية. حديثنا قياس وفال الليلة، نتلقاو غدوة الليلة إن شاء الله في حلقة أخرى وحكاية جديدة. صباح الخير وليلتكم زينة.